لازم نتوقف عند الحديث المهم اليوم اللي طبعا تابعوه كل السعوديين، طبعا كل العالم تابعوه أنا متأكد، وكذا الحين قاعد يترجم اللقاء في كل القنوات العالمية. لكن بسأل عن يعني أو يهمني أكثر استقبال السعوديين لهذا الخطاب والحوار التلفزيوني اللي أجرى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الزميل عبد الله المديفر. حوار مطول، حوار مهم، وحوار فيه كثير وكثير وكثير من التفاصيل. أنا أبغى أسألكم يعني شعوركم وأنتم تشوفون اللقاء وتسمعون الكلام، يعني ما تعرف من الحاجات اللي دائما الواحد ما أعرف إذا الناس زي، بس أنا فيني هذا الفضول، يعني ودي إني أشوف ردة فعل الناس ويتابع اللقاء وتسمع الكلام وتشوف التفاصيل اللي كانت في الحوار. فبسألكم مو نفس السؤال، كيف استقبلتم هذا الحديث ماجد؟ شوف يعني جاء في عناوين كورة اليوم في الافتتاحية أنه سمو سيدي ولي العهد يقول أهم ركيزة هو المواطن السعودي. خليني أخذها من زاوية مهمة جدا أو زاويتين بالنسبة لي. الزاوية الأولى أنه عندما يكون الرجل الثاني على مستوى هذا الوطن سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، بعد كل 4-5 شهور يظهر للمواطن في لقاء في قمة الشفافية ويكشف كل الأوراق على كافة المستويات، الاقتصاد، الرياضة، الاجتماع، كل شيء، يعطيك بالأرقام وبالأدلة. وله أهني طبعا الزميل عبدالله المديفر، لكن سبق أنه شفناه مع الأستاذ والمعلم داود الشريان، سفيرنا في الإمارات حاليا سعادة السفير تركي الدخيل. اللي أقصده لما استعرضت هذه الأسماء أن سمو سيدي ولي العهد يعطينا في كل فترة 6-7 شهور ملخص يكشف فيه كل التفاصيل. الناحية الثانية التهنئة، إحنا في النهاية مجتمع كورة ووسط رياضي، التهنئة أيضا لسمو وزيرنا واللي صوتنا ويمثلنا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اللي ولي العهد جاب طاريه اليوم، وحتى هو غرد ورد على ولي العهد انه بدعمك وكلنا نعرف يعني ما هو سر يا ابو جود. اليوم لا نبالغ اذا قلنا في تاريخ الدولة السعودية انه محمد بن سلمان عامل فوكس وعامل دعم وغير طبيعي للرياضة والشباب. فعملية انه يقول اليوم الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل يعتبر موضوع الرياضة قضية شخصية بالنسبة له، انتهى الكلام. لما يجي المسؤول الأول في الرياضة يكون موضوع الرياضة قضية شخصية، يعني معناته أنا أخذت كل الأشياء. وحقيقة برضو أهني الأمير عبد العزيز بن تركي وبقول عنه ناحية بختم فيها، عملية أنه لما غرد هذه التغريدة شفت أنا كل الزملاء، وأنا متأكد يعني الإجماع هذا من الزملاء الإعلاميين اللي يحيون ويقولون أنت تستاهل، هم يقرون مشهد قدامهم ورياضة تتقدم ورياضة في ازدهار وتطور بدعم من هذا الرجل. هذه حقيقة. وأنا أحيي الأمير على جانب أيضا يخصنا كإعلاميين رياضيين، يعني أنا خلال هذا الشهر تواصلت معه في الواتساب 3-4 مرات، والله يا بوجود لا أبالغ، ما تقعد ما أرسل له وتقعد دقيقة لا يرد. فمعنى هذا أنه معطي ماجد تويجري الإعلامي اهتمام، معطي المسؤول الثاني في الجهة في الوزارة اهتمام، معطي ياسر المسحل في اتحاد القدم اهتمام. إذن نقول رياضتنا في ظل وجود سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأيضا سمو الوزير بخير.